نظم صباح هذا اليوم عمال وممثلون عن تكتل نقابات قطاع الوظيفة العمومي لولاية أطرار وقفة احتجاجية سلمية للمرة الثانية أمام مقر الولاية، رافعين مطالبهم ومناشدين رئيس الجمهورية من أجل تحييد منحة المنطقة الجغرافية على أساس الأجر القاعدي الحالي بدل الأجر القاعدي لعام 1989. المزيد في التغطية للمراسل مجني الأخضر. يعني اليوم 29 مارس 2022 نقابة وطنية مستقلة لمستخدمين الإدارة العمومية سنابات تشارك جنبا إلى جنب مع النقابات التربية ونقابات وجميع النقابات الوظيفة العمومية من أجل رفع انشغال واحد وواحد، انشغال واحد يسموه تحيين منحة المنطقة الجغرافية. هذه المنحة رانا مازال راهي تحتسب على 1989. مطلبنا واحد وباين وواضح وهو احترام قوانين الجمهورية. قوانين الجمهورية نصت على انه هذه المنحة يعني تحتسب في الجنوب، مثلا في الجنوب 35%، هذه 35% حسبها لي على اخر اجر اخر شبكة اجور، هذا واخرها كانت 2008 وهذا باختصار. هذه المنحة التي لا زالت تحتسب على أساس الأجر القاعدي لسنة 1989 في حين أن الأجر القاعدي الآن عرف ارتفاعا، وبالتالي نطالب السيد رئيس الجمهورية ومن خلاله كل المسؤولين في الدولة من أجل تحيين هذه المنطقة وإرجاع هذا الحق المسلوب والمهضوم للسادة الموظفين في القطاع العمومي. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمانة الولاية صنفاف أدرار، نقف اليوم يعني للمرة الثانية نناشد السيد رئيس الجمهورية، ماذا بينا يكون أذان صاغية لمطالبنا المنطقة وكل المطالب المطروحة. يعني هذا هو أملنا أنه يعني يلبي النداء نتاع الطبقة الشغيلة في الجنوب الكبير، هذا هو الهدف اللي يعني رانا واقفين عليه اليوم. ولائي من نقابة سنابوس، النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والجهوي، اليوم نقف وقفة مطالبة بتحيين منحة المنطقة على أساس الأجر القاعدي الجديد. نعلم أن شبكة الأجور يعني تغيرت على أكثر من مرتين، كان المطلب الأساسي هو تحيين منحة المنطقة على أساس الأجر القاعدي. تأتي هذه الوقفة هي الوقفة الثانية على غرار الوقفة الأولى التي كانت يوم 21 في فبراير الماضي، واليوم 29 من شهر مارس قطاع الوظيفة العمومي على غرار باقي قطاعات الوظيفة العمومي في الولايات الأخرى جنوب الكبير وكذلك الأوراس والهضاب العليا من أجل افتكاك هذا الحق.